مشاهدينا مشاهديني التعليم العالي، برحب بحضراتكم حلقه جديده من شباب وراء. معانا مجموعه من الفقرات، اول فقراتنا مع موهبه الغناء، معانا ومعاكم احمد طارق، برحب بيك يا احمد. اهلا بك يا فندم. كمان معانا حسن محمد حسن، برحب بيك اهلا يا بك. حسن. الحقيقه سعداء بيكم النهارده، وفي البدايه يعني عايزين نتكلم على الموهبه. الحقيقه ظهرت الموهبه دي عندكم ازاي؟ وهل فرقه كونكر الفرقه بتاعتكم جمعتكم اكتر، ولا انتوا تعرفوا بعض من زمان؟ اكيد يا فندم، الفرقه بيبقى فيها كل واحد بيكتسب الخبره، تمام، كل واحد عنده خبره، بيدل التاني عن اي حاجه. مثلا انا ما اعرفش حاجه، تمام، او في حاجه ما اعرفهاش، في واحد زميلي مثلا ممكن اكتسبها منه. طب جميل، تمام. نعرف منك يا حسن كده، انت برضو الموهبة ظهرت لما شفت زميلك في الفرقة ولا قبل لا انا كده؟ برضو، انا والدي مطرب نوبي، والله ما شاء الله. طب هاي وانا بقدم انت النوبة يعني منبع الفن، محدش يعني بتتذكر النوبة يتذكر الفنان محمد منير، والفنان احمد منير طبعا اكيد. رحمة الله عليه، وده حاجة طبعا يعني تقول هاي الأصالة المصرية والفن المصري كله. برضو، انا برضو ابن خالتي برضو عازف اورج، و انا يعني كلها العيلة فنانين. فيها أكتر من حد موهوب في الفن، وده شيء جميل حقيقة. يعني معنى كده إنك لقيت رعاية من الأسرة، يعني ما كانش عندك مشكلة إنك بس هي تغني الاول، وذاكر والحاجات دي لا هو كان والدي عايزني اركز في المذاكرة خالص واسيب موضوع الغنى. أصلا، مع إن هو مطرب. بس انا حابب ان انا اغني، بس انا طبعا مهتم بالدراسة الاول، وبدل كده برضو يعني أكيد بخلي ماشي المذاكرة مع الغنى تمام، الاثنين مع ربنا بعض. يوفقك. تمام، بتغني قديم وجديد يا حسن ولا لا انا بغني نوبي. متخصص في النوبي؟ هنعرف بقى طبعا، اكيد بتغني فنان محمد منير، هنسمع منك اكيد. ان شاء الله. طيب واحمد تمام. بتحب تغني بغني مين؟ قديم، قديم وجديد. قديم تمام وجديد. تمام بدأت من امتى يا احمد؟ من تالتة ابتدائي. يا من زمان جدا. تمام. الاسره ما فيش مشكله برضو؟ لا ما فيش مشكلة، بس ما فيش حد مطرب. بس ما فيش حد مطرب. تمام. كنت بتعرض من زمان مثلا قدام الناس، ولا بدأت تعرض لما بدأت في بدأت الجامعه؟ اول كانت اول حفلة ليا كان في تالتة ابتدائي، كنت طالع بقول حاجة ديني. حاجه دينيه. ربنا يوفقك يا احمد ان شاء الله، يخليك يا فندم. ويعني عشان اعرفكم اكتر هنسمع منكم كده. اتفضل يا اوكي يا احمد. فندم، اول حاجه لعبد الحليم. عبد تمام. الحليم، اتفضل. هنسمع ايه يا عبد الحليم؟ اسمر اسمران. جميل، اتفضل. اسمر اسمراني مين نسك عليا، لو ترضى بهواني برد انت اللي ليا. اسمر اسمران مين نسك عليا، لو ترضى بهواني برد انت اللي ليا. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، وتطول غيابك ليه قولي ليه، ناسي ليه ليه يا سمر. جميل. طيب نرجع لك يا حسن، ويعني ابتديت تحب الفن النوبي من الأسرة، ولما اتعرفت عليه أكتر يعني كان إحساس بيه ازاي؟ وانا كنت برضه بحب اتعلم من والدي، وهو واقف بيغني وكده، كنت بسمعه كتير وبتعلم منه، بس هو برضه مش لو برضه علمني يعني، بس انا يعني من خبرتي بتسمع انا كتير؟ بسمع كتير وكده فتعلمت. وبعد كده لما دخلت المعهد بقى عملت، بدأت اعمل استعراض نوبي هناك في المعهد بتاعنا في ربنا الحفلات يوفقك بتاعتنا. ان شاء الله. طيب هنسمعك يا حسن عشان نعرف موهبتك انا كده، هقدم، وبعدين نشوفك. هقول كده حاجة جعفرية شوية. طيب اتفضل، فهم الناس يعني ايه جعفرية. معلش يا حسن، جعفرية يعني أغاني من تراث النوبي، بس حاجة مفهومة، مش اللي هو النوبي اللي هو اللي مش مفهوم الرطانة. بس للنوبيين. اتفضل. بتقول الليل ليل ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل، عجبني الوردة اللي في خدك والسحر اللي ساكن عينيك، أنا كل لحظة أشتاق ليك عشان الريدة، عشان الريدة يلي ليك جمال فتان، أنا زيك مريت إنسان، يلي ليك جمال فتان، أنا زيك مريت إنسان، وجسمك عود الكزران عشان الريدة، عشان الريدة. أنا هو المرة، أنا هو المرة، أول مرة في تاريخ أشوف لترى بتتكلم، أنا هو المرة، أنا هو المرة، أول مرة في تاريخ أشوف قمر من لحم ودم، أنا هو المرة، قلبي دايب في الغرام وسهران الليل ما بنام،
قلبي دايب في الغرام وسهران الليل ما بنام، سايباني اصرخ بالالام عشان الريدة عشان الريدة. الليل ليل ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل، واحلى الليالي اللي لدية كل الحبايب مدعية، احلى الليالي اللي لدية كل الحبايب مدعية. سلام الناس الأسوانية وعشان الريدة عشان الريدة. الرضا يعني ايه بقى يا حسن؟ انت الريدة دي بتقول يعني عشان حاجة الرضا، عندنا زي الحب يعني. عشان الحب يعني. جميل، بنشكرك جدا يا حسن، وواضح يعني مش عارفه في كده بيبقى نمط كده للغنى النوبي وطبقه صوت معينه بتغنوا منها، طبعا. صح؟ انت بتبقى قاصد كده؟ ايوه، مش يعني مش اي حد برضه بيعرف يغني الريتم النوبي او الحاجات السودانية والكلام ده، لازم تمام يبقى متعلم يعني. تمام ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك. هنرجع لك تاني يا احمد، والحقيقه سلام. عايزين نعرف منك انضمامكم بقى لفرقه كونكورد، مين اللي اسس الفرقه وفكرتوا فيها ازاي؟ هو احنا اسسناها يا فندم لما لقينا كل واحد تمام عنده موهبة مختلفة تمام، فقلنا لو جمعنا اللي يعني كل واحد يعني دخل في الفرقة دي وعملنا فرقة كويسة تمام، هيبقى في لون كل واحد ليه لون مختلف فممكن يبقى كويس. تمام، بقالكوا بس قد ايه؟ يعني بقالنا بتاع سنتين. وعرضتوا قدام زمايلكوا في المعهد و كنا بنعرض في مسرح الوسابير في رمسيس كمان في تمام. المسرح رحتوا عرضتوا وكان تمام، عندكم عملنا جمهور؟ كورال بقى. تمام. تمام، وايه بقى احساس الناس بيكوا؟ احساس لا الناس الناس كانت بينا ده مبسوطة، يعني. كانت مبسوطة، وانتوا بالنسبة لكم الحقيقة يعني طبعا طبعا في هي بتبقى دفعة يعني. اول مرة كده بتبقى فيه رهبة تمام، طبعا انا بقف على المسرح. بيبقى فيه بقى حضرتك بيبقى فيه يعني ناس كتير قوي انتوا تمام، ناس تعرفوهم بيبقى من زمايلكم ولا ناس عامة، لا جمهور في عام؟ ناس في من جمهور بره عام، وفي ناس في جمهور عارفين. عام. تمام، تمام، بس بيبقى فيه رهبة كده اللي هي بتبقى اول مرة على المسرح لكن بتبقى صعبة بتختلف بعد كده يعني. بعد اكيد كده تبقى يعني. عادي بقى. تمام، ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا لك يا هنسمع فندم. منك يا احمد ايه؟ ممكن اقول حاجة لمصر؟ يا ريت يا ريت، اتفضل. تيرارا 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 تيرارا، كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبي على طول، وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان يا بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخدين كانت بتسيل، يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين سطرين، يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل. مشكورة جدا يا احمد، شكرا واختيار لك يا موفق فندم. يعني، ربنا يوفقك ان شاء بارك الله. الله فيك يا فندم. هنرجع لك كده يا حسن، والحقيقة عايزين نعرف برضو منك يعني الحياة النوبية كمان فيها تفاصيل كتيرة جدا، ما يعني استغل فرصة وجودك معانا وتقول لنا كده يعني باختصار، الشخص في النوبة الحقيقة مميز، عايش في بيئة مميزة، ليه صفات مختلفة تماما الحقيقة، عنده انتماء غير عادي للوطن وبيحب بلده جدا لمصر لانه يعني. مش عارف عايش على ضفة النيل كده فمرتبط بيها جدا، احكي لنا كده شوية. هو الشخص النوبي يعني بيبقى مرتبط بالعادات والتقاليد جدا والتراث النوبي طبعا. بتركب قطر النوبة في أيام الأعياد، طبعا في صح؟ الاعياد، العيد الكبير ده مميز جدا، لازم، صح؟ العيد الكبير، العيد الكبير لازم نروح نلف أعتقد على إنه ده طول. يعني يتعمل عليه فيلم تسجيلي رائع يعني، الحقيقة حياة النوبة كلها ملخصة كتير وفي فيلم فعلا نوبي بس هي في مش أفلام ظاهر قوي، اتعملت يعني، بس هو بس مش بجد ظاهر صح، قوي. بتتجمعوا مع بعض وبتقعدوا في القطر الرحلة كلها وبنغني برضو. والدولة موفرة للنوبة قطر معين في الأعياد، طبعا. صح؟ كمان بنقعد نغني في القطورة على الضف كتير، بنقف برضو ساعات مثلا في الأوقات الفراغ ننزل على نقف على النيل برضو نغني. طبعا بيبقى إحساس فظيع وانت بتغني كده على النيل،
بص تمام. طيب هنسمع ايه حسن؟ بص انا سامعك حاجه كده. اول حاجه عملتها في الحفله عندنا في المعهد، بتقول لي اسمها الاغنيه انا اللي عملته. مين صاحب الأغنية، حد ولا انت دي أغنيتك في انت؟ مطرب عندنا مشهور جدا اسمه الفنان محمود الشراوي، فنان في نوبي. هو من دي هو أغنيته. الاغنيه بتاعته. تمام هي بتقول اتفضل. انا اللي عملته، انا سويت له، انا كل ذنبي ان انا حبيته. انا اللي عملته، انا سويت له، انا كل ذنبي ان انا حبيته. يا اللي حبك اسمع او كلامك نسمع، يا اللي حبك اسمع او كلامك نسمع، يا ابو اجمل بسمه عشقته وحبيته. وانا اللي عملته، انا سويت له، انا كل ذنبي ان انا حبيته. حبيته ليالي طالع في العالي، حبيته ليالي طالع في العالي، انزل تعالالي اشوف اللي جنيته. وانا اللي عملته، انا سويت له، انا كل ذنبي ان انا حبيته. بس جميل. طيب تمام، ربنا يوفقك يا حسن، وانا بقول لك ليك لون مميز كده ان شاء الله، ربنا ان شاء يوفقك الله يعني ويدعمه اكتر. ان شاء الله. نرجع لك تاني يا احمد، والحقيقه يعني فكره انه يبقى في نشاط في الكليه مع الدراسه، انت بتقدر توفق بين الدراسه وبين النشاط؟ وهل في دعم من اداره الحمد لله، الاداره الفنيه في المعهد؟ اكيد اكيد الحمد لله. انا السنه دي جايب جيد جدا. طب هايل. تمام. والمعهد بيدعمكم كمواهب وكده؟ اكيد بيبقى في بيبقى حفلات في مثلا بيطلبوكوا ملحنين، او كده؟ بيبقى في ملحنين بيجوا يدربونا. تمام. بيبقى في يعني في دفع يعني للموضوع ده المعهد مهتم بالنشاط الفني، ما اكيد. تمام. مش واقف يعني. طيب تمام، هنسمع منك ايه؟ ممكن اقول حاجه كده جديده؟ تمام. اتفضل. اتفضل. اوكي ماشي. لمين؟ واحد اسمه محمود محي. تمام. في ستار اكاديمي. طب تمام، نسمع. انسانيه كانت مشاعره بس ليا، انسانيه ما كانش يعني حب فيا، انسانيه ومش معنى انه تم بيا، روحه فيا لقي قلبي، دي انسانيه غصب عني احساسي خني لما قلت انا ليك زمان، حس بيا ومن عينيا وبالي جوه في قلبه مكان، وكمان في عمره وهو عمره ما حبني ولا حتى كان عنده نيه، انسانيه مش قضيه، انا عندي افضل وحدانيه اهون عليا من اني اتحب، انسانيه غصب عني احساسي خني لما قلت انا ليه زمان، حس بيا ومن عينيا وبالي جوه في قلبه مكان، وكمان في عمره وهو عمره ما حبني ولا حتى كان. تمام. جميل، حلو المعاني جدا يعني يا احمد، ربنا يوفقك. هنرجع لك تاني حسن، وبرضه لاقي دعم من الكلية من المعهد؟ طبعا برضه بيجيبوا لنا برضه آلات موسيقية، وبنعمل برضه حاجة. أنا بس أنا ساعات بجيب العازف معايا أنا، عشان ما بيعرفش مثلا العازف التاني مثلا ممكن ما يعرفش يعمل المزيكا كلام فن خاصية. الحاجات النوبية دي النوبية محتاجة مش عازفين معينين. أو إيقاعات، ومش ممكن ما يكونش مع الإيقاعات دي مع العازف التاني. تمام. حسيتوا كده بانه زمايلكم عارفينكم دلوقتي وحابينكم وشايفين يعني فيكم كلهم حاجه بيشكونا. مختلفه، لازم نغني قدامهم. فنانين للمعهد يعني. طب جميل، هنسمع تمام. منك ايه يا حسن؟ انا كنت عامل اغنيه كده سجلتها انا. انت عامل اغنيه؟ طب جميل. هاي
هي بتقول جلابي ابيض مكوية حبيبي يسحرك ليا، جلابي ابيض مكوية حبيبي يسحرك ليا، حبيبي يديتك امانة من قلبي وروحي وحنانة، حبيبي يديتك امانة من قلبي وروحي وحنانة، ووضعتك في اعلى المكانة 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 المكانة، حبك قصر عليا يا حبيبي يسحرك ليا، قلابي يا بيضة مكوية حبيبي يسحرك ليا، حبيبي لي الله ودعتك، حبيبي لي الله خليتك، اتجينا ونفرح بقيتك، اتجينا ونفرح بقيتك، فراقك قصر عليا يا حبيبي يسحرك ليا، قلابي يا بيضة مكوية حبيبي يسحرك ليا. جميل. تأليفك دي يا لا دي أغنية حسن؟ عندنا قديمة شوية بس بتتغنى في السودان مخصوص، بس أنا بقى خدتها وعملت لها لحن جديد وتوزيع جديد. طيب سجلتها؟ طب هايل. انت ناوي تمشي في المجال ده يا حسن؟ يا حسن انك عايز تسجل وتسجل بس الاول برضه اللي لازم اتفوق في الدراسه الاول، بعد كده نشوف ال ماشي في الدراسة كويس زي اه احمد كده اه الحمد انا لله. خلاص انا سنه رابعه اخر سنه ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت برضو نفسك تسجل اغاني وكده يا احمد؟ سجلت حاجة فعلا ولا لسه؟ لا نفسك تسجل وتعمل اغاني؟ هو لسه شوف هو شويه، بيسجل فين يا لو مش سجل لا مش فين. بحب يعني، هو لسه شويه، لسه الواحد ما وصلش لدرجه التسجيل، لسه تمام. في حاجات كتيره، لسه في خبرات لازم الواحد يكتسبها طب قبل ما كويس. يسجل. بس طيب التدريب بتبقى وكده بتدربوا في المعهد ولا بتدربوا انتوا تمام. بمجهودكم الشخصي ولا لا في بتعملوا ايه؟ المعهد بيبقى في تدريب، في المعهد تمام. بيبقى في يعني اليوم اللي بيبقى فاضي فيه اكيد في يعني محاضرات لو في بروفا وسكاشن ولا حاجه؟ بنعمل، بنطلع بنطلع اكيد بتطلعوا بنطلع. عندكم مسرح في المعهد تمام تتدربوا فيه؟ مفتوح تمام الباب يعني مفيش مشكله؟ اي حد اكيد ممكن في يقدم ضيوف ويخش. وفي الناس الاساسيين اللي هم بيخشوا يتدربوا والكلام ده كله. بس طيب يعني الحقيقه عندكم كمان فرقه تمثيل مثلا بتشاركوا مثلا بالغنى مع الممثلين ولا بتمثلوا هي ولا فرقة بتعملوا؟ تمثيل متفوقة جدا كمان. لو طب ممكن هايل. برضه انتوا لو حد بتشاركوا في عروض لو فنيه حد حابب تمثيليه يخش انتوا تمثيل، بتغنوا لو فيها؟ فيها حاجة يعني لو فيها مثلا حاجة ممكن تناسبنا أكيد بنخش، يعني لكن مش على مش طول. لا بتمثلوا أكيد لا بتغنوا بس؟ بنغني، بس تمام. هو التمثيل برضه ما فيش مشكلة يعني، هو هو الواحد برضه الفنان بيبقى شامل يعني الحقيقه بيعمل كل حاجه. أكيد. طيب طب هنسمع ايه؟ حاجة لـ20. تمام. زي ما تحب. وكل الناس بتحب الفنانة الشهداء برضه. شيرين. طب تمام. طيب اتفضل. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش ناسياك، وشك متزوّى بالضيق أمك صبرها إنك حي، وحياتك فراق إخواتك ارتاح أنت وحقك جاي، وشك متزوّى بالضيق أمك صبرها إنك حي، وحياتك فراق إخواتك ارتاح أنت وحقك جاي، ارتاح انت وحقك جاي، اللي حصل ده ثواب عظيم والليلة شهادة وتكريم، اللي حصل ده ثواب عظيم والليلة شهادة وتكريم، بص على السماء بتزغرط لك وملايكة فرحك معزين، وشك متزوّى بالضيق أمك صبرها إنك حي، وحياتك فراق إخواتك ارتاح أنت وحقك جاي، ارتاح أنت وحقك جاي. الحقيقة أغنية جميلة بشكرك يا أحمد الحقيقة يعني على تسلم. الاختيار ده. طيب نرجع لك يا حسن كده. والحقيقة بتغني الفنان محمد منير أو الفنان أحمد منير؟ ما سمعناش منهم حاجة، ده بغني النوبة يعني الفنان محمد منير والفنان أنا أحمد منير. بغني لمحمد منير بس يعني مش حافظ له قوي يعني كتير. مش حافظ له حاجة؟ لا طيب حافظ له بس مش اللي هو كتير يعني، طب ممكن ماشي. نسمع منك حاجة ولا ايه؟ ممكن ما ينفعش ان يبقى لا النوبة ما نتكلمش عن الفنان محمد منير. نغني محمد منير، غني الأغنية بتاعت الليلة سمرة. جميل. بسم.
الليلة 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 يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة الليلة الليلة عيشة التمام. الليلة يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة ده البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني ده البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني خدني المراكب وعداني ورجعت في القمر الليلة 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 يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة الليلة 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 يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة ده اللي عن قريب اللي جنيته 7 سنين استنيته ده اللي عن قريب اللي جنيته 7 سنين استنيته على القريب اللي جنيته هتصبر الصبر الليلة 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 يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة الليلة 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 يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة. يعني بص مش عارفه اغاني نوبه فيها بهجه غير عاديه أكيد لدرجه ان احمد كمان اشترك معاك او بينافسك على بعشقها النوبه دي. جدا طبعا الأغنية دي كل الناس ما ينفعش اصلا أكيد يعني الحقيقه الفنان محمد منير ما حدش يعني ما اجمعش على ان صوته بجد أكيد وموهبته موهبه يعني ما شاء الله غير عاديه يعني تمام ربنا يوفقه دايما بجد بيمتعنا الحقيقه. في أكيد حاجه بقى انت ازاي بتتقمص شخصيه النوبي فجاه صوتك بيتغير ازاي كده؟ يعني انت بتتكلم معانا بتتكلم عادي جدا فجاه طبقه الصوت بس عشان الفنان النوبي بتلاقيه بيتكلم من طبقة يعني بيغني من طبقة مختلفة مش عارف. بس هو انا سم متربي هنا يعني في القاهره، واضح طب. بس انا من كتر ما بسمع الاغاني النوبيه والحاجات دي في وداني على طول افراح بقى وكده، والافراح والكلام وافراح ده وحاجات في دي كلها. اشتراكات. طبعا كل ده اكيد بتفرق. في ترابط في المجتمع النوبي غير عادي صح. في النادي النوبي هنا في القاهرة مش كده، النادي النوبي وفي قطر النوبة اللي اتكلمنا عنه، وفي مجتمعات كده في كتير بتجمع اهل النوبة دايما مع بعض الحقيقة، ويعني في بجد الحفلات محافظين على وحدتهم وتكافلهم دايما. يعني نفسنا بجد ان احنا نبقى كلنا يعني متكافئين مع بعض بالشكل ده، لكن اهل النوبه ليهم طبيعه خاصه جدا ان شاء الله. صح. هي ترابط كده، يعني في في ترابط ترابط. ترابط وعاطفه كده دايما بينهم وبين هو بعض. لازم يعني بنعمل اي حاجه مناسبه. برضو كان في حفله ساعه قناه السويس افتتح يوم الخميس، فعلا. كان في حفله في النادي النوبي. احتفالا بقناه السويس شيء رائع يعني الحقيقه. تمام. وغنيتوا الاغاني بقى الخاصه باهل العمريه النوبه بتاعتنا. لازم. تمام. العنجريب يعني ايه؟ لا بصي، انا مش عارف. من اسوان، انا بس في معتقد هو يعني انا معتقد ان هي شخص قريب متهيألي، لا انا بيتهيألي هو متهيألي محصول او لان حاجه انا مش عارفه يعني مش عارف. جنيته 7 سنين قاعد يستنى فيه يعني مش عارف، لا بس هي يعني عشان ما نفتيش برضو في هو اهل اصلا عشان ما حدش يزعل بلد مننا اسوان من نوبه بيبقى بس. متقسمه، اسوان طيب متقسمه لكذا متقسم. كذا قريه. ففي قريه بتبقى فيها رطانه، وفي قريه من العرب. انا بقى من العرب. في بقى طيب. الام الرطانه اللي هو كنزي فديكي لا ومتوكي. لا لا استنى استنى بدأت تقول معلومات الموضوع كده. كبير. لا فهمني يا حسن كده يعني في تاني. أسوان متقسمة، اللي فيه قسم اللي هو النوبي قوي، وفي اللي هو العرب والجعفري. تمام. فالنوبي اللي هو النوبي ده اللي هو الرطانة، اللي هو بيتكلم بقى في كذا رتونة لغة. يعني ايه رتونة؟ رطانة اللي هو الكلام اللي هو يعني كلام النوبي اللي ما بنفهموش. اللي هو مثلا زي الكنزي وفديكي وموتوكي. لا ما تاني بقى ايه كنزي ايه تاني في كده. كذا لغة، كذا لغة. في حاجة دي اسمها لغات كنزي، دي لهجات لهجات. لهجات. في حاجة اسمها كنزي، لهجة كنزي كنزي ولهجة فديكي فدكي. ولهجة متوكي. متوكي دي لهجات. دي في كل لهجات، لهجة مختلفة. كل لهجة مختلفة طب انت تعرف بالمعاني بكل. لا لغة أنا ما خالص خالص. ولا كلمة؟ اللغات دي لا في اشتركت في الحرب في مثلا والكلام ده. زي دي مثلا كانت شفرة في حرب 73. أكيد. برافو عليك. احنا كنت لسه اقول له يعني رئيس السادات السادات ربنا يرحمه يعني فعلا جاب خد المبيد، شفرة من اختار الشفرات. اللغة دي عامة عشان خاطر ان اتكلموا الجنوب بيها مختلفة في مش الفترة دي. بس. وفي بقى قسم اللي هو العرب طب بقى ده. ما قول لنا كلمتين كده من اهل النوبة يعني احس انك انت من اهل النوبة يا عم. هي في صح. كلمة اللي هي مثلا يعني لو واحد مصري أو مثلا فلاح بيقولوا عليه جربتي. جربتي. جربتي يعني مثلا حد اتجوز مثلا واحدة مصرية يقول لي اتجوز جربتية. يعني عندنا مش نوبية. ما هي مصر، ما كلنا مصريين والنوبة مصريين ماشي يعني. ماشي، واحدة مش بس مش نوبية من نوبية. غريب قصدك غريبة. عنهم يعني عن واحد مجتمعهم. مثلا اتجوز يقول لك ده مثلا ده اتجوز واحدة جربتية من بره.
بس هو انا اصلا طب وانت المفروض شخصيا ناوي على ايه يا حسن؟ ان انت شاء الله حاسس اجرب التاني. ان شاء الله واضح انها موجوده الظاهر صح؟ ان شاء الله انت كده بتقولها بثقه شديده، يعني ما عندكش فكره انه تتزوج من اهل النوبه هم زي ما هي كويسين عندك وكل حاجة، تقاليد بس هناك، انا بحب التغيير بقى شوية. عشان تغير شويه. طيب ماشي، واضح انها موجوده وسامعاك اهي حسن ان شاء الله، ان شاء الله بس تخلص دراستك ان ماشي؟ شاء الله. تمام، هنرجع لك يا احمد مره تانية تمام، الحقيقه، ونرجع تاني للغنى والموهبه. تحب تسمعنا اغنيه ايه؟ انا لك على طول. انا لك على طول. تمام، رائع جميل. انا لك على طول، خليك ليا وخد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح من النوم، ابعت لي سلام ولأي كلام من قلبك أو من ورا قلبك، مش يبقى حرام أسهر وتنام وتفوتني أقاسينا حبك، أقاسينا حبك. أنا لك على طول، خليك ليا وخد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح مني النور. جميل الحقيقة، بنشكرك جدا يا أحمد، بجد استمتعنا بيك النهاردة، وبنشكرك جدا يا حسن، واستمتعنا بيك جدا. يمكن نحب نعرف بس طموحاتكم إن شاء الله لفرقتكم، فرقة كونكورد، وطموحكم إن شاء الله في مجال الفن نفسكم توصلوا لإيه؟ بنتمنى ان هو صوتنا يوصل للناس ويبقى فيه وصل أهو، اعجاب. فريق الناس يا كلها ريت شافتكم يا ريت. النهاردة بإذن الله. بس هو تمام، بالنسبة لك يا حسن، انا برضه لازم نحاول دلوقتي بنطور في الموسيقى بتاعتنا، في المزيكا كل حاجة، بحيث اللي هو الناس الصوت توصل للناس. بإذن الله احنا الحقيقة بنشكركم جدا نعرف ونقدر الحظ موهبكم ده. جدا، نتمنى بجد مزيد من التقدم ان شكرا شاء لك يا الله، فندم، واتمنى يكون لنا لقاء معاكم تاني بإذن شكرا الله. لك يا شكرا فندم، ليك احمد، شكرا يا وشكرا فندم، حسن، وبنشكر شكرا. حضراتكم مشاهدينا الكرام، وهنروح مع حضراتكم فاصل سريع، وبعد الفاصل نكمل فقرات برنامجكم شباب وآراء، انتظرونا.
ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنكمل فقرات برنامجكم شباب وآراء. مشرفنا دلوقتي صابر أشرف وموهبته الغناء، برحب بيك يا صابر. أهلا وسهلا بحضرتك. كمان معانا أحمد ممدوح وبرضه موهبة الغناء، بنرحب بيك يا أحمد. ازيك يا رب. الحقيقة الزمايل اللي سبقوكم من نفس الفرقة، فرقة كونكورد، والحقيقة عايزين بقى نعرف منكم ازاي تأسست الفرقة، فكرتوا فيها ازاي، فكرة انه الشباب يعني يجمع بعضه على حاجة ممكن تكون فيها مواهب فنية وكده. نبدأ معاك يا صابر. احنا جهزنا الفرقة دي، احنا اتعرفنا على بعض كلنا في الجامعة، وكلنا بقينا بنغني في فوق في اوضه اسمها الكورال، فغنينا برضو كان مشرف علينا كان احمد خالد، هو بصراحه اللي كان بيعلمنا وبيعرفنا كل حاجه. فكلنا حبينا اصوات بعض وبقينا مع بعض على طول، وعملنا الباند الكنجورد وبقينا مع بعض في كل حاجه، بنخرج مع بعض وبنرجع مع بعض، بنقعد مع بعض، بنسافر مع بعض، بنعمل كل حاجه مع بعض. بس حبينا نعمل حلو ان الشباب تجتمع على حاجه مع يعني كويسه ونفع، يعني لما تجتمع على حاجات مش كويسه. تمام. طيب بالنسبه لك يا احمد، انضمامك للفرقه جه امتى؟ واحنا كلنا اصلا اتعرفنا على بعض في نفس الوقت. يعني كله اتعرف على بعض عشان عندكم حاجه بتجمعكم، ان كلكم عندكم الموهبه الفنيه. فقعدنا نتكلم مع بعض ونغني وده يقول لي ده على معلومة. طب اختارتوا فريق كونكورد الاسم ده بالذات، مين اللي اختاره او مين صاحب الفكره بقى؟ واحنا كلنا قعدنا مع بعض، واحنا قاعدين مع بعض من كذا واحد بيقول كذا اسم، فلقيت احمد راح قايل. انتوا عارفين ان كونكورد ده ايه ولا ما تعرفوش؟ الاتحاد. لا، في ميدان مشهور جدا في فرنسا، وفي مسله المصريه، تعرفوا عن تعرفوا الموضوع ده ولا ما تعرفوش؟ تمام. طيب الحقيقه نبدا معاك كده صابر، ونعرف بقى انت رحله الفن دي ابتدت معاك ازاي؟ من وانا صغير مع والدتي، انا والدتي بتغني وكده وصوتها قوي جدا بسم الله ما شاء الله عليها، وانا بحبها جدا. والدتك بتغني واخويا الصغير كمان، واخوك الاصغر منك دي، كل العيله فنيه بتغني. يعني ما عدا بابايا. ما عدا باباك. طب باباك بقى كان بيشجعك ولا لا؟ بس عشان والدتك طبعا موجوده في المجال. هو بابايا ما كانش اساسا بيسمع صوتي اساسا، لان انا ما كنتش بغني قدام اي حد غير مامتي واخويا، لانه مامتك مديك الامان. بس فكانت بتقعد تقول لي ذاكر وتغني، بس الاول تذاكر. يعني كنت بتشجعك على انك تذاكر طبعا. طبعا اول حاجه المذاكره، بعد كده غني براحتك. تمام. اعمل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه تبقى المذاكره. تمام. الحقيقه ده يعني ربنا يديها الصحه، ده حاجه كويسه قوي، لانه طبعًا. فكره انك تنمي الموهبه عند ابنك دي حاجه، يعني دي ادتك دفعه شويه في المذاكره ولا لا؟ طبعا صراحة. انا مش يعني اصلا بذاكر. يعني اللي خلاني اعدي من ثالثه ثانوي ان هي كانت بتتكلم معايا، ان عشان هي والدتك بتشجع. طب جميل. وانت بالنسبه لك يا احمد قصتك بتشجعك؟ طبعا انا اصلا غنيت من وانا صغير، وقعدت انمي نفسي في الموهبه دي. تعرفت على بدات من امتى؟ من رابعه ابتدائي او من ثالثه. طب هاي كنت بغني في الاذاعه وكده في المدرسه. طب ده جميل. وبرده الاسره بتشجعك وتقول لك ادي كويس وكده؟ تمام. ولما دخلت الجامعه بدات تدور بقى على زمايلك اللي عندهم نفس الموهبه، يعني المواهب بتتقابل مع بعضها كده؟ احنا اتقابلنا صدفه كده، قعدنا نغني انا وكل يعني انا والجروب كله، انا رحت واخده وطالع فوق بيه وقعدنا نتكلم انا وهو. جميل. غنينا مع بعض. طب اتعرفنا على اتعرفنا على بعض كده وجمع كلهم. طيب عشان نتعرف عليك واحنا بقى اكتر، هنسمع اصواتكم. نبدا معاك يا صابر، اتفضل. هنسمع منك ايه؟ ممكن نسمع اغنيه اسمها اهاجر واسيبك لمين بتاعت محمد عباس. محمد عباس ده فنان موجود في مصر دلوقتي؟ معلش انا تلاقيني قديمه شويه. هي للبلد اصلا. تمام. أهاجر وأسيبك لمين ولسه صبية ونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين أسيبك لمين؟ أهاجر وأسيبك لمين ولسه صبية ونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين أسيبك لمين؟ ومين راح يرد تاريخك سباه ويمشي طريقك لاخر مدى؟ مين من حياته يجيب لك حياه؟ ومين راح يكبر في وقت الصلاه؟
مين يبقى مغرم بحبك صبابة، مين يحمي طيبتك يا أم الطيابة، مين يبادل في شمس الغلابة، ومين يبقى شوكة في حال الديابة، أسيبك لمين؟ أسيبك لمين؟ أي صبر، ربنا يوفقك يعني، وما شاء الله عليك يعني الحقيقة. فكرة انك انت في البيت في حد بيشجعك ده كمان اداك دفعة، صح؟ واضح جدا يعني. طبعا يا رب تكون والدتك شايفاك دلوقتي ان شاء الله، ويعني سعيدة بيك بإذن الله. طيب نرجع لك يا احمد كده، وهنسمع منك ايه؟ قديم ولا جديد؟ زي ما تحب. اي حاجة اللي انت تحبه. انت ماشي الموضوع زي ما انت عايز. في اغنية اسمها لو نويت بتاعت جورج. لو نويت جورج وسوف. ماشي اتفضل. لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تهجر من سكات، قالوا الناس انك بايعني، يا ما قالوا الناس عليك، قالوا الناس انك بايعني، يا ما قالوا الناس عليك، انا قلت شاري سيبوه يبيعني، انا قلت شاري سيبوه يبيعني، زاد كلامهم حبي ليك، بلاش تشمت غيري فيا، بلاش تلومني عاللي فات، ما بلاش 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 تلومني عاللي فات، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تهجر من سكات. هاي الحقيقة مشكورة جدا يا احمد، ربنا يوفقك يعني. ابتديت تغني من تالتة ابتدائي، من تالتة لحد النهاردة حاسس ان موهبتك بتزيد ازاي؟ بتسمع كتير؟ بتشوف كتير؟ بسمع. بصي يا حضرتك، انا الموهبة بتزيد في حاجتين بالنسبة لنا، في الغنى القديم والقرآن، يعني قراءة التجويد والحاجات دي. ما شاء الله بتقرأ قرآن؟ أو يعني تحفظ؟ طبعا. بس التجويد والحاجات دي بتخلي الموهبة تزيد أكتر طبعا، تخلي مخارج الالفاظ كمان صح، وحاجات مقامات والحاجات دي. تمام. طب انت بتتدرب في مكان بشكل عام يا احمد؟ ما بتتدربش؟ لا ما بنتدربش، بنقعد مع نفسنا كده. بتتدربوا مع نفسكم؟ طب هاي بتتدربوا في المعهد يا صابر مع بعض؟ معهد، وساعات بنتجمع في البيت مع بعض ونقعد نغني، بتصلحوا لبعض وحاجات زي كده. ممكن تقول له اعمل دي صح اعمل دي غلط حاجات كده. طبعا. تمام. طب والدتك طبعا لانها موهوبه ما شاء الله يعني في الفن، هل ممكن زمايلك يجوا لك البيت والدتك تدربهم؟ لانها يعني اقدم في المجال. طبعا عادي. تمام. طب هي استفدت من والدة صبر؟ طبعا. طيب تمام، هنسمع منك ايه يا صبر؟ ممكن نسمع مثلا عبد الودود مثلا. يعني انت جاي على الاغنية محتاجين كلنا نسمعها والله، يعني يا ريت. يا عبد الودود يا رابس على حدود، ومحافظ على النظام، كيف يا واد صحيح، عسى الله تكون منيح وراجل للامام، امك هتدعي ليك وهتسلم عليك وتقول بعد السلام،
خليك داد على ابوك ليقولوا منين ده ابوك ويمسخوا الكلام واه يا عبد الودود. هقول لك وانت خابر كل القضيات ولسه دمي خايلك ما شرباش التراب حسك عينك تزحزح يدك عن الزينات. خليك يا عبد راقد مساعة الحساب أنا الأوان يا ولدي ما عاد إلا المال ينفض الشركة واصل وينزاحوا الكلاب. إن كنت واد أبوك الدبل طار أخوك والأهل بلغوك جميعا السلام واه يا عبد الودود. كيفك وكيف زمايلك عسى الله طيبين خالك زناتي دايلك ضمن المتطوعين واختك تطلع يوماتي عالمستشفى القديمة حاكم بيعلموها بالعركة تكون حكيمة ومحمدين موافي يتعلم المطافي ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافي ومن هنا القرايب والعيلة والعيال ده يبلغوا سلامتك دميع عن السلام وآخر السلام. هنقول لك في الختام الله يسون بلدنا ويا حروس السلام والدك حسن محارب غفير برج الحمام. مش عارفين اشكرك ازاي بجد. اولا على اختيارك يا صابر رائع ادائك للاغنيه طبعا رحمه الله على احمد فؤاد نجم والشيخ امام ويعني بجد يعني كانك هنا لخصت رساله لكل الناس على شكرنا بجد الكبير جدا لكل واحد قاعد يحرس حدود مصر او اي جندي في الجيش المصري بجد يعني شكر كبير جدا ليك يا صابر على الاغنيه دي لانها بجد من الاغاني يعني انا شخصيا بحبها جدا ويعني بيتهيألي كل الشعب المصري كان مستني يسمع حاجه زي كده من الشباب. فكره ان احنا نخش الجيش دلوقتي وان احنا نبقى يعني بجد حاسين بجيش بلدنا وحاسين انه فعلا في ناس بتبذل دمائها بشكل يعني كبير جدا في الفتره دي في سبيل امان الشعب المصري. انت ليك جيش اصلا يا احمد؟ لا انا ماليش جيش. صابر هو بس ليك جيش يا صابر ناوي تروح وتطبق اللي انت قلته في الاغنيه دي؟ طبعا. تمام ربنا يوفقكم ان شاء الله ويعني بجد احنا حاطين امل كبير قوي على الشباب الفتره دي. انت حاسين بده؟ لا انت عبرت يعني تعبر يعني بجد احنا عايزين يعني النهارده احنا في شباب وقراء احنا بنقول ان الشباب عايز ينتج وشباب عايز يشتغل وكده. انتوا حاسين انه بجد ممكن تلاقوا ده يعني في انتوا مثلا مع نفسكم كده عملتوا فرقه للغنى نقدر نقول الغنى الهادف او الغنى الراقي. فكره ان احنا بجد في وسط الفن الحقيقه ما نسميهوش فن الحقيقه وسط الغنى الهابط ووسط الاسفاف اللي موجود انتوا كشباب وسنكم صغير جدا حابين انكم تقدموا الفن الهادف ده دي حاجه من الحاجات اللي ممكن طبعا. تقدموها يعني ان زمايلكم يتجتمع عليكم وتسمع صوتكم وغناكم الهادف. ممكن بتفكروا ازاي للفتره دي يعني عايزين تعملوا ايه؟ بص هو نخلي الغنى الهادف اللي انتوا عايزين تغنوه ده ممكن تعملوا بيه حاجه. طب طول ما في تطور في العقليه هيبقى في تطور في كل حاجه. طول ما كلنا دماغنا شغاله كل ما هنجتهد ونتقدم لقدام نتمنى ان شاء الله. طيب نرجع لك تاني يا احمد كده وهنسمع منك ايه؟ ماشي هغني جديد برضه. ديني جديد. طيب تمام هغني الفضل شاكر لو على قلبي. لو على قلبي رائع كلنا بنحبه. لو على قلبي داب في هواك وكفايه ليل والسهر وعلى دعيايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك قلبي نادالك حن في يوم وتعالى واهديك روحي بس تعالى
ياللي بحبك اقرب طمن قلبي عليك، بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي، وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعينيك وغرامك، وبدوب في هواك وكلامك، ولا ليلة ليلي عليا طول على قلبي دب في هواك، وكفاية ليل وسهر وعناد ويايا جوه عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك. اسمع مني وعيش مع قلبي زماني، وتدوب فيا واحبك تاني، وكفاية عشت كتير من قبلك بحلم بيك، تبعد عني ليه؟ طب ما انا قدامك بسأل قلبك ايه احلامك، لو تتمنى الدنيا بحالها تكون في ايديك، بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي، وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعينيك وغرامك، وبدوب في هواك وكلامك، ولا ليلة ليلي عليا تطول. شكرا جدا يا احمد، يعني اغنيه رومانسيه جميله الحقيقه. الله يخليك، شكرا جدا. ارجع ليك يا صابر، وهنسمع منك ايه؟ ممكن نغني انا واحمد في حاجه مع بعض؟ طب يا ريت، بالعكس يا ريت. نسمع منكم انتوا الاثنين اغنيه اسمها مرسال لحبيبتي علي للباوي. مرسال لحبيبتي علي للباوي. طب حبيبتي حبيبتي شرطة ميلة فراغ، وهكتب ليه حروف اسمك، ما هو انت في قلبي ساكنة القلب، عارفة بقصتي وحالي. حبيبتي حبيبتي شرطة ميلة فراغ، وهكتب ليه حروف اسمك، ما هنت في قلبي ساكنة القلب، عارفة بقصتي وحالي. ومين غيرك في قلب اكتب له مرسالي، مانيش عارف ده جواب الكام، معنتش بحسب الصفحات، معنتش بحسب الإله، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الأوهام، كفاية إني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس أو شاف حاله في بعادك، لا صلى الرب واستغفر لذنبه صام. ويا ما في نفسي ياما في نفسي تيجي لقلبي وتحني، ولازم تعرفي اني لا انا فريت ولا جني، بحبك بس تقصر كتير مني، فمش هقدر اجيبلك مدة بكفة
واجيب لك من الياقوت كفه ومش هقدر اجيب الوالي في الزفه ومش هقدر اجيب لك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفه كفايه اني بحبك موت وحب الناس ناداه موار وحبي عكسهم عفاف انا عايزك تكوني في الوريد دمه تبقي في عقلنا همه وتبي ورد جوه القلب غير يشوف ويتحسر ولا يشمه وعايزك تفهميني لو كلامي طل من رمشك وعايز رمشك الجارح سيرات يجرح فؤاد غيري ما يرحمش وانا جيلك عدي فوق صراط رمشك ولا خفشي وحتى لو وقعت في يوم من الخضة اقف عليك واتوضى واصلي ركعتين لله وابوس نن العينين وامشي لنا طماع ولا في طبع الانانيه جالي القلب راح تفضل ولو طال البعاد فتحة بحبك قلتها بالكسرة نفسي اسمعك بالفتحة مش عارفين اشكركم ازاي بجد صعبه جدا الحقيقه انكم تردوا على بعض كده بشكرك يا صاحبي بشكرك يا احمد بجد مجهود يعني اتدربتوا عليها كتير يا احمد هي مره واحده مره واحده يعني انتوا النهارده جايين وانتوا مش مجهزين خالص لا والله ما شاء الله عليكم يعني بجد يعني تنسيق للكلام مع بعض وشيء رائع الحقيقه يعني فكره انكم تغنوا حاجه جماعيه مع بعض يا احمد دي فكره ممكن تبقى الفتره الجايه تطبقوها يعني طبعا. تعملوا حاجات مع بعض ممنوع نخترع والله بالنسبه لي صبر تفكر في حاجه زي كده طبعا تمام ربنا يوفقكم بجد يعني هل يعني عرضتوا ده قدام الناس ولا لسه؟ احنا عرضناه قدام احمد خالد اللي هو الملحن اللي هو كان بيعلمنا تمام عجبه طبعا عجبه جدا جدا طالما احمد طالما هو عجب احمد خالد يبقى يعجب يبقى انا متاكد وواثق انها حاجه حلوه والله طب هاي يعني ما نعرفش احنا احمد خالد بس بجد يعني واضح ان هو انتوا بتثقوا فيه يعني جداً فنان جدا تمام طيب يمكن ليكم طموح بقى نفسكم توصلوه للناس في الفتره الجايه من خلال فرقتكم فرقه كونكورد او من خلال موهبتكم عامه بالنسبه لك صبر بالنسبه لك يعني انا بالنسبه لي ان انا عايز اعمل حاجه عايزين نعمل اغنيه كامله لمصر بس نفسكم تعملوا اغنيه للفرقه يعني وتغنوها لمصر لمصر او حاجه يكون فيها تقدم يعني او حاجه فيها تقدم يعني عايزين حاجه يعني تدفع حاجة الناس يعني تخلي الناس يبقى ليها دافع للتقدم كده ربنا يوفقكم ان شاء الله طيب يمكن احنا قربنا نختم معاك وصابر نسمع منك اخر حاجه وبرضو احمد نسمع منك ايه صابر ممكن هموت وارجع لتامر حسني تامر حسني طيب هموت وارجع وكل ما اقوله ايه يمنع اخاف اسمع كلمة خلاص ما بقاش ينفع ينفع حاجات جوايا تعباني ومش بنسى وحشاني من البعاد لما بيوجع وكتير من نفسي انا بهرب ونفسي لو اجرب احساسي بيقولي من بعدها نقرب وهنبقى تاني البعض يا ريت يا زماني لو ترجع بينا تاني نفسي يوم اشوف حبيبي في احضاني
طب ازاي انسى ده سايب لي في كل مكان ذكرى حلوه ما تتنسيش كانت ما بينا مع بعض زمان. وكتير من نفسي انا بهرب ونفسي لو اجرب احساسي بيقولي من بعدها نقرب وهنبقى تاني لبعض. جميل، اشكرك يا صابر جدا. احمد ماشي. اغني قديم بقى ولا جديد؟ اللي انت عايز تختم بيه بقى. لا اللي انت عايز تختم بيه. انت ما شاء الله عليك يعني متفوق في كله. ولا انت تحب ايه؟ اصل انا ما اعرفش انت يعني ايه الاغاني انت بتأدي فيها كويس. ماشي. انا انت حاسس الاغنيه اللي الناس بتحبها منك او الناس بتبقى فرحانه قوي بيك وانت بتغنيها ايه؟ تختم بيها بقى. ماشي. غني بتحدى العالم. بتحدى العالم كله. طيب اتفضل. وانا بين صبر ايديك. ايه؟ صبر رباعي مش كده؟ اه طبعا. ممكن فيها ناس ما تعرفش يعني. خلي بالك ده اخري انا صبر رباعي والناس دي بعد جاي ما اعرفش حد. خلي بالك. اتفضل. وانا بين ايديك تهت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني والوقت فات وياك ثواني قربني ليك سيبني اعيش احساسي بيك بتحدى العالم كله وانا وياك وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك بتحدى العالم كله وانا وياك وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك انا عشق ليك عشق القمر للنجمة والليل والسهر والشوق ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر انا عشق ليك عشق القمر للنجمة والليل والسهر والشوق ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر من يوم لقاك حلوة الحياة بتحدى العالم كله وانا وياك وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. شكرا جدا يا احمد والحقيقه يعني شيء فعلا مبدع جدا ربنا يوفقك ويعني عايزين بجد نشوفكم مره ثانيه صابر واحمد شرفونا جدا وموهبه يعني ان شاء الله وليده كده نتمنى انها تنمو اكتر واكتر باذن الله. شكرا لك يا صابر. شكرا جدا يا احمد ونتمنى كل التوفيق وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وشباب ورا